كان اليمنيون القدماء يخبئون أشياءهم الثمينة من ذهب ومجوهرات ومخطوطات في مكان مخفي من الجدار يسمى الكنيزة. فقد اليمنيون أهم كنيزة يمتلكونها، فاجتمع ألمع نجوم الفن العربي خصيصا للتنافس والوصول إلى هذه الكنيزة أولا. مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من الكنيزة. قادتنا رحلتنا اليمنية الطويلة إلى جزيرة سقطرى التي وصلها نجوم برنامجنا في الحلقة السابقة، وكانت لهم فرصة في رؤية شجرة دم الأخوين النادرة والتعرف إليها عن كثب. بعد الاستراحة يعود الفريقان اليوم لأجواء التحدي على هذه الجزيرة بعد أن يخوض المتسابقون تجربة الغوص في الأعماق. دعونا نتابع. يتوجه المتبارون إلى محمية بحرية طبيعية في جزيرة سقطرى. تخبئ هذه المحمية في أعماقها شعاباً مرجانية يزيد عمرها على 300 عام من الزمن، وفيها مئات الأنواع المختلفة من الأسماك الملونة. جنة بحرية ساحرة تعيش تحت الماء. يصل المتسابقون إلى الشاطئ، يستعدون لإجراءات الغوص. معنا دهنا بالحوطة يا لطيف. يتعاون الأصدقاء في ارتداء ملابس السباحة. إنها المرة الأولى لمعظم نجومنا التي سيخوضون فيها تجربة الغوص. الجزائر. أنا ندخل من هذا المكان الجميل. راح نضل ساعة وساعة ونص في الماء. أنا ومحمود. محمود. وين نخرج إذا ضلينا ساعة ونص في الماء؟ للجزائر صح؟ للصومال. البحر أبيض متوسط. كنت أبحث على هذه. عبد الرحمن طبعاً لأول مرة بيطوف عندنا في سقطرى اليمن. إحساس رهيب جداً. أيوة. طيب أنا عندي رسالة تحت الماء راح أوجهها لكل الشعب الجزائري والعربي. تحت الماء راح تكون بالإشارات. أيوة. أسأل الله التوفيق إن شاء الله في الغوص. أنا جداً فرحان بس مش فاهم طبعاً شو هذا. راح نطلب من الخبير الغواص أنه يفهمنا كل الطرق اللي تخلينا نغطس بطريقة صحيحة. تعالوا معنا. هذا طبعا الاكسجين بيكون تحت الماء، انا بس حبيت اقلد لكم. بنروح نغوص ونشوف الشعاب المرجانيه والاسماك الحلوه اللي صاحبه الالوان الحلوه اللي عمرنا ما شفناهاش. طبعا لاول مره اغوص فدعواتكم لي بالرحمه والسلام. يجتمع المتبارون كلهم حول مدرب الغوص ليعطيهم الارشادات الضروريه قبل البدء. اول سؤال يطرحه الشباب هو: هل يوجد قرش يا استاذ؟ موجود في امسك يا مخرج. امسك يا مخرج. امسك يا عم. بتاعي يا عم. امسك يا عم. المحميه سمك قرش. ثواني بس معلش ثواني بس. بجد في قرش ولا بتهزر؟ يجي مرات ومرات ما يجيش. في قرش يجي. يعني على حسب الحظ. الكنيزه اللي جايبين ناخدها خصوصا انت اخويا. اتصل علي احنا مش عايزين كنيزه. ماشي يا مخاطر. ما في اي مخاطر. ماشي يا مشاكل بعد الله سبحانه. ما فيش مخاطر يعني. ماشي يعني. يطمئنهم الى عدم وجود خطوره. عندنا هن الان 9 سنوات نختص في هذا المجال ولا شيء. ماشي يا مشرق لي كده عدت بس اليوم غير. ننزل بعد دقائق ننزل نشرح لكم شرح مبسط. ايوه عشان هو مناسب لنا هذا البي سي دي. شرح مفصل. يبدا بالشرح حول اجهزه التنفس وكيفيه استخدامها. ركزوا جيدا يا شباب، المساله فيها حياتكم. هذا الريجريتر. هذا حياتك. هذا دائما حياتك.
حياتك اكسجين هذا انا خرج رجريتر حياه وموت حياه وموت حياه وموت وضع هذا الصديق اللي معك احتياط الفريق الاصفر اذا كان صاحبك زميلك ضروري في الخط يكون الاثنين مع بعض زماله زماله قانون بادي هذا اصفر مشلك لازم هذا المساعده ظهر لا يعني ظاهر لون اصفر بهذا الاتجاه صاحبك ما عنده هواء هذه اشاره هواء يعني موت انقطع الهواء حلو انقطع الهواء تعطي له البادي حقك متعودين نحن احمر دائما نعطيهم الاحمر شوف قال الاحمر سبحان الله هو عارف هذه اشاره تمام انا اعطي لك اشاره اوكي ترد تي بي اشاره تمام ما في مشكله لو واحد حصل له خطر اشرح مشكله هذه مشكله اذا في اي مشكله نص هذه يعني مشكله وين مشكله في الاذن عادل في الاذن انفق حاول تنفق ترتفع انزل وانفق شوي شوي اذا تالمت ما لا تحاول يعني انزل انزل بتكرر راح الاذن لا توتر اوكي هذا إشارة الأسماء هذا سمك القرش إنه جاي شري جاي 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 السلام عليكم عليك قصة عليك قصة من النص عليكم شباب حتشقيني نصين جاية انتهى الكلام النظري وحان وقت التطبيق إلى البحر رافقتكم السلامة يا أصدقاء جرى إيه يا حامي ده أنت خايف ليه ما تخليك جامد وانت فاهم يا ابني ليه كما جاءت التعليمات يتم ارتداء الزعانف داخل الماء هنا بداية لا لا يا شباب لا كله إلى الصباط الكل أصبح جاهزا سيشرف المدرب على الغوص ويرافق المتسابقين في رحلتهم يا البحر الغامق ما دار في رجال ونس وانتن شابات وشبان تنتن صبيات وصبيان تنتن يا البحر الغامق ما دار في رجال ونس وانتن شابات وشبان تنتن صبيات وصبيان من غرق حبيبي بسفينته ما بنا وعدي يا بحر الطوفان تنتن من خرج في الصبحية تنتن مولاش العشية تنتن من خرج للصبحية الاخبار عنه ما بان عبد الرحمن يا في المية رح يغرق بق عبد الرحمن يا في المية رح يغرق بق بق والفرقة الحمراء بردو والله كده رح تغرق تعال إلا خالد عبد القادر ها قد بدأنا على بركة الله توجه قبالة السواحل اليمنية باتجاه المحيط الهندي حيث تمتد جزيرة سقطرى ذاك الأرخبيل اليمني المكون من 4 جزر بسكانه 100,000 حتى يعلم الزائر أنه على جنة مكونة من محميات طبيعية تتنافس فيما بينها جمالا وروعة لم يخرج زائر من هذا المكان إلا وتحول إلى شاعر عندما يصف ما يشاهد تارة يصفها بالجزيرة العذراء وتارة أخرى يصفها بالفردوس والنعيم السحر والجمال أوصاف تتعدد مع تعدد مئات أنواع النباتات النادرة هنا والطيور المتنوعة والنادرة في جمالها وأنواعها محمية دطوح إحدى المحميات فيها هنا حيث الأمواج الراقصة ترسم موسيقى هادئة تروق لها الأذان مع مميزات طبيعية متنوعة تبهر العقول والعيون على شواطئ رملية ناعمة كما الماسي حرير لا يملك الزائر هنا سوى أن يراقب المخلوقات البحرية والغريبة والنادرة
والشعب المرجانية الباهرة والطيور الزاهية بألوانها. إحصائيات بسيطة تؤكد وجود 180 نوعاً من أنواع الطيور ومثلها ويزيد من الكائنات البحرية، لتشكل جميعها لوحة فنية أبدعها الخالق جمالاً فأبهر المخلوق بها سحراً وخيالاً. يبدأ أصدقاؤنا نزهة مائية في العالم السفلي. الشعاب المرجانية الملونة تزين هذا المكان منذ مئات السنوات. يسبح الزملاء جنبا إلى جنب ليستأنسوا بالاقتراب والتعاون. يكتشفون عالما ساحرا من الكائنات المائية الحية. من حسن حظهم أن المسابقة لم يتم تحديدها هنا في الأعماق. أكملوا نزهتكم إذن، سنواصل التحدي على الشاطئ.
عبد الفتاح لم يشارك بالغوص لأن لديه فوبيا من الماء بسبب موقف حصل معه في الصغر. الناجي، الناجي من البحر، الناجي من الغرق. البحر جميل لكنه غدار. عبد الرحمن يخرج مستمتعا ومترنما. شو ذكرك المنظر تحت بشي هيك يا غنائي، وخاصة انت صاحب مواويل رائعة، في خطر ببالك شي ولا كنت سرحان؟ انا قلت في اغنية معروفة، يا ليتني حمامة اطير حول الكعبة، يا ليتني سمكة اغوص بين المرجان، اني شغفت بحبها، اني شغفت بمنظرها، يا ليتني سمكة أغوص بين المرجان. روعة، أول مرة في حياتي طبعا، مش آخر مرة. الآن احنا تعلمنا شيء، في المرات القادمة إن شاء الله سوف يكون تمكن أكثر ونكون مستمتعين أكثر، لأنه الآن في ارتباك نوعا ما، لسه ما تعودنا على الموضوع. الإخوة طبعا الجماعة داخل يأشروا، اللي يقول باي باي، واللي حاب يتكلم، واللي كان عاوز يتكلم تليفون. يخرج الجميع تباعا، يعبرون عن تجربتهم الفريدة كل بأسلوبه. خرش خرش هات يا محمد ايدك. يا حسن. مين محمد؟ اي حد مش عارفني. الفريق الازرق يا عبد الله. يا لهوي الفريق الازرق يا حمد. الاكسجين معايا خلاص. 50 فرقت شأن اخرج، بس عانيت من مشكلة في النزول العمق اكبر، لكن ربنا أراد خير. هويت زي ما قال لي لآخر نقطة فيها، بس واضح إن المراكب الكبيرة ما بتغرقش بسهولة. كان عبد الرحمن بحبيلة قبلك كان عم يقول إنه شاف حامد غايص تحت جدا. الأول بذلت جهد كبير فبحرق عشان أنزل تحت، يعني بذلت جهد كبير جدا مش بسهولة. والله شوف، أول مرة طبعا، أول مرة أغوص في بحر كذا بالعمق هذا وبالجمال هذا. والله حاجة تحفة جدا 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 جدا. يعني أي واحد فاته المنظر هذا اللي شفناه الآن كلنا فعلا كأنه ما شفش عالم البحر بشكل اللي فعلا نحن نتخيله. حاجة واو جدا، كان شيء جمالي، شيء لا يوصف، إن كان من المرجان ولا من السمك من الشعاب. طبعا شيء انا اول مره طبعا اغطس، لكن تمنيت اني ما اطلع. لو ما الخوف بس من الاكسجين ما كنت بطلع. اقل شيء انا ساعه، اقل حي ساعه. للعلم جاء عندنا المدرب جاء لعندنا وقال لنا اطلعوا. والله حرام كنا نطول لا مغرب. صح. كل شيء صح. والله منظر جميل جدا جدا. طبعا تقابلنا تحت سالبنا وقررت عزمته طبعت صفقنا، وكمان عزمته تحت الماء ان شاء الله غدا عندي لما نرجع صنعاء باذن الله. احسن شيء عجبني الشاي، كان الشاي حلو. والله هو غوص بهاي الطريقه اول مره، ولكن اخذت بعض الكورس بسيط عن الغوص على اساس كنت بدي اخذ شهاده، ولكن للاسف ما كملت. ولكن بعد هاي التجربه صراحه يعني اتمنى ناخذ شهاده في هاي المجال، لان شيء رائع جدا. عندي زملائي ايضا ماخذين شهادات، صراحه المكان رائع جدا، واتمنى يعني ناس ايضا يزورون هاي المكان عشان يشوفون روعه الاسماك تحت. شكرا. كلهم حبايب تحت، كلهم الاسماك حبايب بعض. انتهينا من الغوص. اذا يخلع الشباب عنهم ملابس السباحه وادوات الغوص استعدادا للتحدي الجديد على الشاطئ. مسابقة اليوم هي لعبة الهس الحضرمية. سيتصارع الخصمان ويشتبكان في لعبة تتطلب السرعة والقوة والذكاء. نحاول ونحن نحاول نسحب بها. ما يمر. أنا يمر. أنا وخالد. أهم شيء. أهم شيء. هجوم. هجوم دفاع. أهم شيء نخلص. الله يكون معك. عبد الفتاح من خلال اللمس. لأنه أجسامهم قوية. خلاص. أجسامهم قوية. إذا دخلوا عنا. نضحي بواحد عفوا من عنا، نضحي بواحد، انا مستعد اضحي بنفس الجلد او خا او حاجه. حلو الشيء هذا. لا جد ليش؟ لانه لازم يشعر نفسه انه اخذ واحد. بس انا انصح بعد من جلافه. لا ما عندنا جلافه. قوه، سرعه، اصرار. هاي يلا
نريد نخلص عليهم. طيب نخرجهم كلهم بعد شوية. حبيبي فيهم اثنين ما بيقروش واثنين لو مسكتهم بصبع رجلك حيوقفوا مش دجاج. طيب. شباب بالنسبة للحركة للحركة لما يجينا واحد إذا قدرنا نظفر فيه إحنا اللي نهجم عليه نمسكه. صح. أول مسكة تكون من الرجلين. رجلين. أنا رجلين على رجلين. أول ما وقع. من أراد. من أراد أن تذكره أمه. فليتبان عند الوادي. أو يتم أطفاله. نعم. فليأتي إلى هنا. إلى الوادي. المتسابقون من الفريقين غير ملتزمين اليوم بلباس الأحمر والأزرق بشكل كامل بسبب تهيئهم لملابس الغوص. لا مشكلة، المهم النوايا. يجتمع جمهور من الفتيان لمشاهدة اللعبة وتشجيع أبطالهم المفضلين. اللعبة التقليدية تقضي بدخول واحد من الفريقين إلى منطقة الفريق الآخر وعليه أن يلمس أحد الخصوم قبل أن ينفد بجلده خارج المنطقة. يلا احمد يلا احمد يلا يلا احمد. يدخل احمد من الفريق الاحمر الى منطقه الزرق المحدده على الرمل، يقترب بحذر ويحيط به الاعداء. يستعد محمود الآن للدخول. لقد خسر بسرعة بسبب خروجه قبل أن يلمس أحد الخصوم. الدور الآن على يحيى. يا حكم أنا داخل يا حكم. يحاول المراوغة على الفور، يمسك بعبد الرحمن ويهرب خارج الخط. خسر الفريق الأزرق في الجولة الأولى. كون مسك الخط ايوه يا ناس اشهدوا وصلهم في حقه. لا هذه ايده اثنين برا. لا هاي ايده. كيف تعمل حرام عليكم؟ الكاميرا موجوده يا جماعه. الكاميرا موجوده. الكاميرا موجوده. الكاميرا موجوده. الكاميرا موجوده. صح صح انا مسك الخط. نرسل لكم مقاتل؟ لا كيف عندنا عندي يلا عندهم يلا ما تريدون يلا 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 شباب الضحية الأولى بس. جولة ثانية يفتتحها عبد الفتاح. يقتحم منطقة الخصوم بقوة، لا أحد يجرؤ على الاقتراب منه. يحظى عبد الفتاح بتشجيع حماسي من الفتيان. شارف الوقت على الانتهاء، انتهى الوقت ولم يستطع عبد الفتاح ان يخرج احدا. انا اللي خسران؟ لا ايش هال اللعبة الثانية ان شاء الله. اغلبية يلا يا احمد يلا مين نزل خالد خالد داهر يلا
خالد انا بسير جحانة. يلا يدخل خالد زاهر الى منطقة الخصوم. يراوغ. لقد استطاع النفاد لكنه ترك تذكارا صغيرا لحامد. يلا ابو حبيله ابو حامد واحد منكم يلا تعال يا حامد تعال ابو حبيله خلاص علامه يا سامي اهو اهو دكتور اهو طور يا ولا مين يطلع مين يطلع طور يا ابني حط لي جمبري يقول لي ذوق يلا يلا حامد عد الثواني انا الجهاز الجاب الحوت الازرق انا اللي سهدر يلا يلا جاء دور عبد الرحمن يتردد بالدخول أمامه متسابقان فقط خالد وخالد مراوغة حذرة من الطرفين أيوة بالرجل باليد بأي حاجة عشرين ثانية شباب الوقت يمر ها هو لقد أمسكه خالد زاهر من رجله وأوقعه في الأرض أحد أحد هنا هو الفوز الساحق جالي العدالة يخرج عبد الرحمن اوعى يغرك جسم لا ده بيزفلط لا ده بيزفلط سيدخل خالد مجددا امامه حامد وحيدا مناورة حذرة بين الخصمين اقترب خالد ليقصي حامد ويترك له تذكارا آخرا خسر الفريق الأزرق في الجولة الثانية أيضا يفرح الفريق الأحمر بهذا الانتصار الجديد كل الناس دي متقطعه كده من ايه الوحوش عادي ثقتهم بانفسهم تدفع يحيى لدعوه فريق الانتاج الى حلبه التحدي في فريق الانتاج محب ده بيقول لي اجل البحر ما اكيد الصرصار فريق الانتاج يلا وسع ايدك يا ده فريق من الانتاج هذا الفريق خايس ينبري اربعه من فريق العمل لمواجهه الفريق الاحمر يشتبكون في جولة جديدة يفوز فيها الفريق الأحمر ويثبت أبطال الأحمر جدارتهم في هذه اللعبة ها هو الجمهور يحيي الفائزين إنه فوز مستحق للفريق الأحمر مشي بسياسة حلوة كثير انهاك الخصم قدر الإمكان قدر الإمكان ننهنكه إذا أنهك ما بيقدر يتصرف تصرف صح وهذا اللي حصل معانا هذا اللي حصل معانا الإصابة هي بسيطة عادي بلعبة مثل هاي يصير إصابات ما بشي كلها في دائما يفوز فريقنا في المباراة ودائما في المسابقة إن شاء الله
لقد كانت تجربة شاطئية فريدة للمتسابقين، خصوصا بعد الجولة المائية في عمق البحر. سيتابع نجومنا جولتهم للبحث عن الكنيزة في جزيرة سقطرى، وسيستمرون بخوض التحديات الجديدة والمفاجئة. تابعونا في الحلقة المقبلة. كنت متوقع أنها جزيرة صغيرة جداً، نيجي هيك من البحر أو من الطائرة إلى جزيرة صغيرة جداً، بس حقيقة وجدتها يعني مساحة شاسعة جداً كبيرة، يعني أكبر من عدة بلدان، يعني مساحتها تقريباً 3600 كيلو. سقطرى جزيرة منسية، سقطرى الجزيرة الرائعة، سقطرى الكنز اليمني الذي لم يكتشف بعد. حاجة تجنن، حاجة تهبل، ما فيش أجمل من كده مكان في الأرض كلها، لكن حرام 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 الخدمات كتير سيئة. احنا كيمنيين الأمانة مش 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 معطين الجزيرة حقها، ومش لا من خلال التسويق ولا من خلال ان احنا نسوي اشياء تضيف للجزيرة وتقدم الجزيرة، ولا من خلال الإعلام، ولا من خلال وزارة السياحة وزارة الثقافة وزارة الإعلام. الغواص كان يقول يلا نطلع سوا، كنت اقول له شوية عادوا، لسه انا مستمتع جدا، وطلعت احكي من البحر واحكي للشباب، يعني شيء والله لا يوصف، مش يعني الجمهور كله يجرب. وكنت خايف من مساله الاكسجين، انا الحمد لله سباح، بس كغطس اول مره، فكانت اول تجربه لي كغطس، اول مره ركبنا الاكسجين وبدات اجرب الاكسجين، خفت شويه علشان جربته، فكان غطست اول مره دخل مع الهواء ماء، فخفت شويه، يعني سبحان الله صرت ابتسم تحت الماء، الواحد يقول سبحان الله كل هذا موجود تحت الماء، اسماك، مرجان، احجار، اسماك غير طبيعيه اشكالها، يعني سبحان الله اول مره ارى مثل هذا الشكل في حياتي تحت الماء. يسعدها وهناها زوجتي لما حتشوفني غواص، دائما بتحكيني عن الغوص وبتشجعني على الغوص، وانا بالله لا ما بحب الغوص بالاكسجين، بحب السباحه او الغوص بس بالماسك او بالنظاره، فالان يمكن راح تكون هي اسعد واحده برؤيه هالمنظر كونه دائما بتشجعني على الغوص. اهم شيء في الغوص الريجيتر، كان الاستاذ المدرب يقولنا الريجيتر هو حياتك وموتك. ثاني شيء هذه الحركه معناها تمام الاكسجين. كاني سمكه عايش في البحر طبيعي جدا، ودخلت شفت الجمال الرباني والمخلوقات الجميله جدا، السمك بالوانها وبانواعها، ألوان ما شفتها قبل كده أبداً. أول ما أحمد سيف طلع عبد الفتاح وينات ومحمود كارم أنا تعصبت، حسيت إن اللعبة لعبة يعني لعبة خوف وشجاعة، فقلت لا خوف من إيه، أنا هخسر طب يلا، فشلت أحمد سيف برا. الفريق الأزرق راح فيها بستين داهية، ما شعر إلا وهو ياخذ الهزيمه تلو الهزيمه، لدرجه انه حتى حاول يستعين بمحترفين من فريق الانتاج كمان اكل وزيمه. بس اللي فوجئت بيه بجد الديناصور عبد الرحمن، يعني عمل حركات يعني عمل حركات غريبه، خلى يحيى يعني بشرف على الرايه البيضاء دفن راسه في الرمله تقريبا، وكانت حركه من عبد الرحمن قويه جدا 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 لما مسك يحيى بعدها يعني تقريبا مش هيصور حلقات القديمه، الله يكون في عونه. بالحب جينا نطوي السهول والجبال، فيك لقينا كل المنى والجمال. بالحب جينا نطوي السهول والجبال، فيك لقينا كل المنى والجمال.